لا شك أن موجة الحر التي تضرب البلاد منذ أيام أحبطت معنويات بعض المترشحين الأحرار لشهادة البكالوريا، الذين لم يستطيعوا مجابهة الحر في غياب أي فضاء للراحة والمراجعة. رانا كنخرجوا على ال11 ما عندناش وين نروحوا، رانا نقعدوا في السمش برا، والحشيه رانا كنرجعوا ديجا المورال تاعنا يكون طايح مسخانه، زيد تكلي ضغوطات كبيره بزاف، ما نقدروا نكتبوا، ما قدروا، ما عندناش قوا، رانا نرجعوا، رانا نظلوا برا نهايمين. والله ما لقاو وين الريح، دي فوق ما عندكش وين تريفيزي ولا تروح بلاصه هكا، ثم ماذا بينا هكا زعما سلوطات هكا يلبوا هكا حاجات لهم حاجه خفيفه ولو بلاصه هكا بلاصيطه تريح فيها دير فيها ما لاباش تراجع اموراتك منها. رانا نعانوا من المشاكل البلديه المجاوره، رانا نقعدوا هنايا في السمش خويا، رانا من 11 نقعدوا للثلاثه تاع العشيه، كيف توجد روحك تبي تدخل عشيه تفوت؟ ما عندكش كيف تفوت، الفطور ما عندناش وين نفطروا، رانا نفطروا هنا عاد فاسفورد. هذا المحل ورغم صغر مساحته إلا أنه بات يتسع لعشرات الممتحنين القادمين من مناطق بعيدة في الولاية الذين يقصدونه للأكل والشرب، كما لا يضر صاحبه سواء أكانوا دفعوا ثمن الطعام أو لم يدفعوا. هنا راهم يفوتوا الباك المدة هذه تاع 5 أيام ولا، وحنا نساعدوا كاين المساكين كاين اللي ما عندهمش يسكنوا بعيد كاين اللي كذا، كل واحد على حسب مقدورته يجوا لهنا عندي هنايا ياكلوا يشربوا يسحقوا الماء، ما عندهمش مكان وحده اخرى يريحوا فيه من غير هذا اللي هنايا، يجوا لي الفوق راه كيما انا فقير ونوكل قال لي قال لي الناس ياكلوا لهنا اللي عنده اللي ما عندوش قاعد ياكلوا هنايا، اللي يجي يقصد لهنا ياكل. عدم تخصيص اماكن كافيه لراحه المترشحين المنحدرين من مختلف بلديات سمسيله في الفترة ما بين الامتحان الصباحي والمسائي برأي مختصين سينعكس حتما على تركيزهم، ما يستدعي تدخل السلطات لتدارك هذا الوضع.